الله يبارك فيكم. فيه يعني مكتوب عندنا أنه خيمة الحج بالمزاحمية، الاسم هذا يعني يعطينا كذا يعني تساؤل نوعا ما، وأيضا سمعنا أنه له قصة نوعا ما، فودنا تحكي لنا عنه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، هذه الخيمة تتبع للمكتب التعاون الدعوة والإرشاد توعية الجاليات في محافظة مزاحمية. فكرة الخيمة كغيرها من المشاريع تبدأ صغيرة ثم تكبر بعد ذلك، فكانت البداية بوضع طاولة بجانب أحد المساجد في المحافظة. هذا المسجد يقع على الطريق السريع. طاولة إيش فيها؟ طاولة يوضع فوقها بعض الكتب، وتوزع على الخارجين من المسجد، لأنه كانوا أكثرهم حجاج، يعني أتوا قصدا وتوقفوا في محطة. نعم، الجامع هذا يقع في محطة على الطريق السريع. جميل. في بداية المزاحمية. مزاحمية. في مدخل المزاحمية. طريق الحجاج الباصات. نعم. فكان العدد كبير، يعني وجدنا في السنة الأولى من وضع الطاولة هذه أن أعداد كبيرة جاءت للاستفادة من هذه الطاولة ومن الكتب التي توزع على المكان. الحجاج. نعم. اسم المحطة هذا خير نقوله. إيه، محطة إتزالة. نعم. تقع في النزلة كذا. اي نعم، في مدخل مزاحمية في مخرج 5. جميل. نعم. فالسنة الأولى وجدنا العدد كبير والإقبال على هذه الطاولة التي توزع من خلالها الكتب، يعني إقبال غير عادي. سبحان الله. فاجتمع الإخوان. عام كم تقريبا؟ في عام 25 تقريبا هجري. البداية. 1425 هجري. البداية. الآن نعم، البداية. أنت تتكلم عن مطر القلوب، وكذلك الآن المطر والغيث ينزل على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، المشاعر تتحدث. مطر وكسوة. ما شاء الله. تبارك الله. ما شاء الله. أيام مباركة يا شيخ. الله ينزل البركة. اللهم آمين. وهذا الغيث وكأنه موعود في كل سنة. الحمد لله. والله شيء عجيب. قبل وبعد. وهذا يوم التروية. وبعد الحج. سبحان الله. شيء عجيب. نعم. صحيح. تفضل يا شيخ. فاجتمع الإخوان بعد نهاية الحج ورأوا تطوير هذه الفكرة، فوضعنا خيمة لاستقبال الحجاج. نعم. بدل الطاولة صارت خيمة. بدل الطاولة أصبحت خيمة. جميل. الخيمة كانت أيضا في السنة الثانية خيمة مصغرة، وكانت تقتصر فقط على توزيع بعض الكتيبات والشاهي والماء. فأيضا وجدنا أن الخيمة هذه لم تعد تكفي للعدد الكبير. شيخنا، كانت تبدأ من واحد ذي الحجة الخيمة؟ تبدأ الله يسلمك من اليوم الخامس من ذي الحجة. ما شاء الله. أي بداية سير القوافل الباصات. جميل. فالحجاج الداخل يبدون من اليوم الخامس والسادس، حملات الحج تبدأ في التوافد على مكة. ما شاء الله. وبحكم أن المحطة تقع على الطريق السريع، طريق مكة، فكان المكان مناسب لاستقبال الحجاج. جميل. فوضعنا الخيمة هذه، أيضا وجدناها غير كافية. هذه الخيمة يا شيخ. نعم. نعم. أسلم شيخنا. هذه الخيمة. فالسنة التي تليها رأينا زيادة المساحة وتطوير العمل في الخيمة. يا سلام. فقسمنا الضيافة واللجان للقيام بواجبات الحجاج ومتطلبات الحجاج الذين يأتون إلى هذا المكان. في ضيافة. فأصبحت نعم في ضيافة. غدا وشيء ورز وشيء. لا، يكون الضيافة شاهي قهوة وتمر وماء، بالإضافة إلى بعض المعلبات البسيطة، البسكويتات والمعمول التمر. شيخ، إلى متى هي تقريبا؟ إلى يوم متى؟ إلى اليوم التاسع. وبعد 5 إلى 9. أي من اليوم الخامس. 14-13 ما عندكم شيء خيمة شيء؟ لا، ما في شيء. بعد يبي مركم. الله يحييك. في بيوتنا. يا حبيبي. أبرك الساعات. تفضل. جميل شيخ. طب خليني بس كذا، في عدد رقمي إحصاءات في الأعوام الأولى، يعني 25 تقريبا، يعني أول 5 سنوات إلى الآن. في البدايات طبعا ما كنا نحصي، لأن ما كنا نتوقع أن العدد يكون كبير، لكن كان فيه أعداد يعني تصل إلى بالآلاف تقريبا. ما شاء الله. ألف أو في كل موسم. نعم، في كل موسم. في كل موسم. نعم. في السنوات الأخيرة أصبح الأعداد تصل إلى 10,000. ما شاء الله.
يعني احيانا الباصات ما نلحق ان نقوم بضيافتهم، لان كل باص فيه 50 راكب، وياتيك فوج فيه 10 باصات او 15 باص في وقت قصير. فاحيانا الشباب الله يجزاهم خير القائمين على الضيافه وعلى التعاهد الحجاج يلحقهم التعب والنصب في القيام بهذا الواجب، خاصة هي يبدو أنها محطة مخصصة لوقوف الحافلات. نعم، لأن الحافلات لهم مسار غالبا يتوقفون عند محطات معينة. صحيح، بحكم أنها يعني أول محطة بعد النزول من الرياض، فأغلب الباصات تتوقف للتزود. هذا شروط الوقوف. نعم. وش كانت محتوياتها غير الضيافة والأشياء الدعوية؟ نعم، كان محتويات الله يسلمك، نشير أول شيء إلى الضيافة. الضيافة كانت مكونة من الماء والشاهي والقهوة والمعمول والتمر، فكانت تقدم لهم، هذه الضيافة. أيضا الجانب الثاني في القسم توزيع الكتيبات المنشورات بشكل عام عن الحج، الكتيبات عن الحج وعن تصحيح العقيدة. ممتاز. الكتيبات هذه طبعا كانت تأتينا من وزارة الشؤون الإسلامية. جميل. ومن جامعة الإمام ومن دار الإفتاء، في الإضافة إلى مكاتب الجاليات التي نتعاون معها وتزودنا بالكتب المترجمة إلى اللغات المختلفة. هذا ما يتعلق بجانب توزيع الكتب. أيضا هناك قسم التوعية الصحية بالتعاون مع مستشفى المزاحمية ومع الهلال الأحمر، يكون فيه التوعية الصحية، ويكون فيه أيضا إسعاف للحالات البسيطة كارتفاع حرارة أو قياس ضغط أو قياس سكر. يعني في شراكات كويس. نعم، يكون فيه التواجد التواجد الطبي جميع أيام المخيم، يوجد طبيب وكذلك مسعف من الهلال الأحمر متواجدين في الموقع. هل في مؤسسات الشيخ حكومية أو خاصة غير الهلال الأحمر يعني مشاركة يعني في مثلا الطرق؟ في الحقيقة جميع الجهات الحكومية في المحافظة مشكورة تقوم بدعم هذا المخيم وهذا المركز، بدءا من وزارة الداخلية ممثلة في محافظة مزاحمية، كذلك الشؤون الإسلامية ممثلة في إدارة المساجد في المزاحمية، الشؤون البلدية في بلدية محافظة مزاحمية، الدفاع المدني، مستشفى المزاحمية، الهلال الأحمر، التكامل الجميل، الجمعية الخيرية، كل هذه الجهات تقوم مشكورة بدعم هذا المركز وهذا المخيم، لأن في الحقيقة لا يمثل المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد في المزاحمية فقط، وإنما يمثل المحافظة كاملة. جميل. فهذه الخيمة تمثل مشروع أهالي المزاحمية. نعم، يعني تمثل جهود شراكة مجتمعية بين الدوائر الحكومية وبين الجهات الداعمة والجهات الخيرية في المحافظة. جميل شيخ. بقيت أقسام في الخيمة أيضا من الأقسام، قسم الإرشاد الديني والتوعية الدينية. جميل. في الإجابة على الأسئلة اليسيرة من الحجاج. جميل. فيما يتعلق في بعض الأمور اليسيرة والواضحة، وكذلك توعية الحجاج بالإشكالات التي قد تقع في الحرم من الزحام، تجنب الزحام، السير على توجيهات وزارة الحج، عدم التزاحم، التوعيات التي تفيد الحاج ولا تدخل في عمق المسائل الدينية. جميل شيخ.